تحت درجة حرارة لافحة تفوق الأربعين، يخرج الصيادون إلى الصحراء في رحلة شاقة لاصطياد سمك من نوع خاص يسبح فقط في الرمال دون البحار، يسمى الشرشمم أو سمك الصحراء. هو أحد أنواع الزواحف النادرة في العالم المهددة بالانقراض، والتي تعيش فقط في صحراء الجزائر. طوله لا يتجاوز 10 سنتيمترات، ولا يظهر إلا في وقت الحر. أغلب من يمارس هذه الحرفة هم الشباب الذين يتحملون عناء المشي في الكثبان الرملية والحرارة والعطش أحياناً، وتتطلب عملية الصيد المحفوفة بمخاطر عدة تركيزاً كبيراً لتجنب الحشرات والأفاعي والعقارب. يقتفي الصيادون أثر سمك الصحراء ما بين فترتي الظهر والعصر عند اشتداد الحرارة، وهي الفترة التي تساعد الشرشمان على الخروج إلى سطح الأرض. يدخل سمك الصحراء في سبات عميق لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر، ليفيق من سباته مع نهاية فصل الربيع إلى غاية بداية فصل الصيف، وهي الفرصة التي ينتهزها أهل مدينة وادي سوف من أجل اصطياده. يستشعر الصياد وجود سمك الصحراء من خلال غوص يده في الرمال على عمق يصل إلى نصف متر، والمهمة ليست بالسهلة، كون سمك الصحراء يمتاز بسرعة حركته ومراوغته الشديدة، إذ يلقبه الصيادون بالسمك الثاقب، لأنه يلوذ بالفرار إلى الرمال وبسرعة ثاقبة، والصياد المحترف هو الذي يحكم قبضة يده بشكل جيد على السمكة ليمنعها من الحركة. تبع الجرة تاعه، هو يمشي شوية ويغوص في التراب، إلا ما تبع الجرة تاعه تلقاه غاص في التراب، تجبد تحفر عليه تجبد. بالنسبة لظهور الشرشمان يخرج في وقت نقولوا في الأخر تاع الربيع وفي أول الصيف، معناه كي تسخن عليه الدنيا بزايد ما يخرج، وكي تبرد عليه الدنيا ما يخرج. عملية الاصطياد تاع الشرشمان في المنطقة كانت في السابق، يعني جدودنا كانوا أنهم يصطادوا الشرشمان، العجال ما كانش عندهم الإمكانيات اللي ياكلوها، المأكولات ياسر منها في المنطقة وتنوع، كانوا يلجؤوا لاصطياد الشرشمان، وكذا أن الطب البدائي كان يستعمل هذا الشرشمان للتداوي، وينصحوهم به التداوي من الحزاز والأمراض الجلدية وعديد من الأمراض الأخرى كأمراض المعدة وكثير من الأمراض الأخرى اللي داووا بها الشرشمان هذا. يعتبر سمك الصحراء الطبق المفضل عند الكثير من الصحراويين في جنوب الجزائر. تنزع أحشاؤه الداخلية ويقطع رأسه بعد أن ينظف ليتم شواؤه على الجمر، ويرى الكثيرون في استهلاكه شفاء من الكثير من المشاكل الصحية مثل العجز الجنسي وفقر الدم. يعتبر أنه سمك الصحراء، فيه في معناها يعاون الإنسان كي يأكل ويعاونه في الباءة، يعالج العقم، فيه معناها ياسر فوائد اللي حطها فيه ربي سبحانه. وهني في البلاد راهم يشرو فيه ويأكلوا فيه، لأن معناها كاين ياسر ناس يحبوا معناها يتشافوا به، والباقي معناها الشفاء بيد ربي. تحول سمك الصحراء إلى تجارة مزدهرة في أسواق المدن الصحراوية، ويمتعش هذا النشاط التجاري مع حلول فصل الربيع إلى بداية فصل الصيف، إذ يكثر باعة الشرشمان الذين يتعاملون مع الصيادين المحترفين، فهم يصطادون النوعية المفضلة من سمك الصحراء الذي يتميز بحجمه الكبير ويطلق عليه العبادي. وتختلف أثمان السمك الصحراء حسب حجم السمكة، حيث يصل متوسط سعرها إلى أقل من $1.
يعمل الصيادون على بيع الكميات التي تم اصطيادها من سمك الصحراء من دون تربيتها بسبب تزايد الطلب عليها من قبل فئة كبيرة من سكان المدن الصحراوية، يقينا منهم من أن استهلاكه يكسب صاحبه مناعة ووقاية من سم الأفاعي واللسع العقربي المميت. تجارة الشرشمال هي تجارة معنا موسمية، تجي في فصل الربيع يدو اللي يمشي يدو به العقم للدود اللي حناش في الكرش كل شيء، معنا هذه الفائدة تاعو كان اللي يشريه يبغيه زيه، وكان كل واحد يبغيه يستعمله، كان اللي يستعمله حي يذبحه حي ويأكلوه، وكان اللي يستعمله مجفف. أصبح الشرشمان مصدر رزق أساسي بالنسبة للكثير من الصحراويين، وعادة غذائية حميدة لدى البعض، وهواية تجذب إليها شريحة واسعة من الصحراويين المولعين بتتبع خطى سمك الصحراء. تراجعا في إنتاج السمك على خلفية عدة أسباب، بالمقابل تبقى تربية المائيات مجرد حبر على ورق. المزيد مع أحمد بوطاف. باتت الثروة السمكية في تناقص مستمر، حيث يؤكد الخبراء أن قائمة من 11 نوعا مهددة بالانقراض على طول الشريط الساحلي، حيث سجلت تراجعا كبيرا في تكاثرها. كان 11 نوع من نوع الأسماك راهي في طريق الانقراض على مستوى البحر الأبيض المتوسط، اللي هي منها السردينة، لانشوا، لا كريفيت بلانش، لا كريفيت روج، لا ليمونت، تسمى هذه الأنواع هادو نستهلكهم بزاف في البحر الأبيض المتوسط. عوامل عدة أدت إلى نقص هذه الثروة، أهمها التلوث وعدم احترام الشروط الأساسية للصيد. ما يخفاكش باللي راه يتعدي 125 ألف باخرة سنويا على السواحل الجزائرية، وال 125 ألف باخرة هذه شوف واش يطيشوا من فضالات، من لي فيدونج، من لي كراس، من لي زويل، وهذوك عاد اللي يروح يصيد في البحر كاينه 25% أسماك و 75% فضالات وخماج وبلاستيك لي باتري. الصيادون بدورهم يؤكدون تراجعا في كمية الأسماك في مجالات الصيد، مما أصبح يهدد مهنتهم. الحوت هو راه نقص في الحقيقة، نقص وراه فيرميتير تاعو ثاني اوتوماتيكمون. واش نصيدو دوك؟ نصيدو غير لاكروبات. اون باش غيان كلاكروبات. والحوت ما كاش. الحوت ماناش نخدمو، الحوت او قليل. فهمت؟ دوك هما كيقطعو اربع شهور. واربع شهور شكون راح يخلصنا احنا خويا؟ ما كاش اللي يخلصنا. يبقى على السلطات المعنية أخذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وحماية السواحل من أجل تفادي كارثة إيكولوجية. الثروة السمكية في الجزائر مهددة بالانقراض نتيجة تفاقم تلوث البحر عبر السواحل الوطنية، هذا ما جاء على لسان رئيس اللجنة الوطنية للصيادين في الندوة المنظمة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الأحد. التلوث على مستوى الساحل السواحل الجزائرية هي البلو غران بوليور تاع لي كوت الجيريان، سي سوناتراك راهي طيب. سوناتراك عندك في الغرب بارزو، في الوسط الجزيرة العاصمة، وفي الشرق سكيكدا عنابة، دونك راهم يطيشوا دي غاز توكسيك، دي غازات سامة اللي تقتل الأسماك وتهرب الأسماك من الشواطئ الساحلية الوطنية. كما ما عندهاش ثلاث سنين تنجم تدخل واحد 10 قناطر ما تتعميرو في الخل، كاين في الغرب في الوسط هنا في لابوينت بيسكات. تجارة الأسماك بالطرق الفوضوية البعيدة عن الرقابة ستزيد من ارتفاع الأسعار إذا لم تنجز هياكل جديدة لتسويق السمك، حسب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين. التجارة الفوضوية لماذا؟ لأن ما فيهش مسمكات، مسمكات مسمكات ما هوش موجودين، ولهذا وين يتباع هاد مثلا هاد المواد هذه، ولا تتباع المواد على الإنتاج البحري هذا يتباع في الشوارع، ما يتباع في الشوارع. لو كان فيه مسمكات يعني عبر الولايات والأحياء وكذا ما يكونش فيه تجارة فوضوية. شهدت الثروة السمكية خلال الثلاث سنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في الإنتاج، ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار، حيث وصل سعر السردين إلى أكثر من 500 دينار جزائري في ظل غياب استراتيجية وطنية تجعله في متناول المستهلك.